إذن مجدداً يمعن حزب الله في التفرد بقرارات مصرية في ملفات حساسة وشائكة، وهذه المرة من بوابة المحروقات الإيرانية التي بدأت تدخل تباعاً الأراضي اللبنانية على متن الصهاريج التي عبرت الحدود السورية من دون حسيب أو رقيب وحتى من دون إتمام أي معاملات جمركية، ما يضع مجدداً سيادة الدولة على المحك ويضرب عرض الحائط هيبة الحكومة الجديدة التي تبدو غائبة عن السمع كونها تقف عاجزة أمام استفزازات حزب الله، فهي ليس بوسعها مواجهة تحركاته الفردية ولا مباركتها في العلن. وللإضاءة أكثر على هذا الملف الشائك ينضم إلينا رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جابور. استشار، مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. كيف تفسر الصمت الرسمي حيال تحرك حزب الله الفردي في ملف المحروقات الذي تابعنا؟ تفضل. كل تحية أستاذي الكريم، شكرا جزيلا. بالحقيقة هناك من يسأل في لبنان لماذا معظم الرأي العام اللبناني ينظر إلى الدولة الإيرانية بأنها تتعامل مع لبنان كدولة احتلال، والجواب ليس فقط من خلال أنها تدعم حزبا لبنانيا بالسلاح على حساب السيادة اللبنانية، إنما أيضا بمسألة لها علاقة بموضوع النفط. يعني سؤال البديهي الذي يطرح اليوم لدى معظم اللبنانيين، لماذا لم تتفاوض الدولة الإيرانية إذا كانت فعلا حريصة على مساعدة اللبنانيين؟ لماذا لم تتفاوض مع الحكومة اللبنانية؟ هي أساسا هنالك استثناءات دولية للعقوبات الإيرانية، افتراضا من خلال النفط الإيراني الذي يزود لموسكو، فلماذا لم يتم التعامل بالمثل؟ هل تعاملت مع روسيا من خلال أحد الأحزاب في روسيا أو إحدى الجمعيات في روسيا أو التيارات في روسيا؟ لماذا التعامل مع لبنان وكأنه شريعة غاب من دون أي احترام للقوانين، من دون أي احترام لشروط السيادة اللبنانية؟ لماذا إدخال هذه المادة عن طريق أحد الأحزاب، علما أن كل مفهوم الاستيراد في لبنان يخضع لشروط قانونية واضحة المعالم، بينما ما نراه اليوم هو تجاوز وتخطي لكل طيب هذه الشروط. شو الرسالة استاذ شارل؟ يعني شو الرسالة اليوم التي يريد الحزب إيصالها من خلال هذه الخطوة، اللي هو طبعا درسها كتير منيح وكتير بيعرف كل الاعتبارات القانونية وغير القانونية، شو الرسالة بده يوصلها؟ واضح انه هو يعني هو كل الهدف من هذه المسألة الإيحاء، إعطاء توجيه رسالة بأنه إيران في اللحظة التي يمر فيها الشعب اللبناني بأزمة على المستوى البنزين والمازوت، أنه إيران هي حتى الشعب اللبناني، ولكن هذه الرسالة هي رسالة عكسية، وهذا ما أرادوا. وهذه رسالة عكسية لسببين: السبب الأول لأن أي مساعدة لا تأتي من خلال الدولة اللبنانية ومن خلال تجاوز كل القوانين وتجاوز السيادة هي مساعدة مرفوضة، لأنها تساهم بمزيد من انتهاك سيادة لبنان ومن عزلة لبنان بدولة أساسا تتعرض لعقوبات. والأمر الثاني أن هذه المساعدة ما بتكفي النبطية تحتها مش النبطية فوقها، يعني هذا ليس حلا، الحل هو بتحرير الأسواق وليس من خلال خطوة من هذا القبيل. وبالتالي كل ما أرادوا الحزب أو ما يريد الحزب هو القول بأنه هن يقفوا، نعم، هن عم يوقفوا إلى جانب اللبنانيين، نعم، بينما هن من خلال هذه المساعدة أساساً ما كل أزمتنا هي نتيجة إيران وسياسة إيران وحزب الله وسياسة حزب الله. وبالتالي هذه المساعدة تساهم ليس في حل أزمة البنزين، نعم، إنما في مزيد من تعقيد الوضعية اللبنانية مع المجتمعين العربي والدولي. نعم، أشكرك جداً رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية أستاذ شارل جابور.